سمي داود روحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وبمرد تعز إخواني كلنا واحد في دفئي. محبوبي يا ابن البلقى وبعجلون ومحلى الملقى وسنود السمرة بالزرقى عزيمة وقوة حقي. مفرقة والطفيلي والعداوي مية مية جرى الشيمة دباوي أهل الكرم والحمية. نشقي وبالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزموا إصرار. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات برنامج إنجازات وطنية عبر قناة جوسات الأردني. احنا الآن موجودين في العاصمة عمان وتحديدا في منطقة حي نزال في ضيافة كفاءة أردنية جديدة، ومعي الآن ابن بلد أصيل تميز في مجال المطاحن والمحامص، معي الأستاذ أحمد صلاح أبو فايز من محامص ومطاحن لؤلؤة القدس. بالبداية مساء الخير أستاذ. مساء النور، حياك الله. أهلا وسهلا، نشكر قناة جوزات وأهلا وسهلا بكم. يعني منورنا عبر هذه الإطلالة التلفزيونية، سعداء جدا بهذا اللقاء، وأنت بالتأكيد يعني تمثل نموذج للكفاءة الأردنية. أنا بحييك بداية على هذا هذه المحامص وهذه المطاحن اللي بتتمتع بشعبية عالية في هذه المنطقة. كما نعلم الشعبية لا تأتي من فراغ. نتحدث سيدي بالبداية عن هذه المحامص، متى تم افتتاحها فعليا، ونتحدث عن كم سنة صار لكم، إيش مختصين تحديدا وبماذا تميزتوا؟ الحمد لله رب العالمين. أول شيء صار لنا 15 سنة في 2000 نتميز في المكسرات، في القهوة، في البهارات وإن زبون، والحمد لله شغلنا ماشي بالصلاة على النبي. يعني الآن ماذا يستطيع أن يجد زبون داخل محامص ومطاحن لؤلؤة القدس؟ جميع أنواع المكسرات في أسعار مناسبة، يعني أسعار شعبية حقيقة، وأنواع معينة يعني منوعة من التوفية والشوكولاتة والهدايا. أستاذ أحمد، يعني نتحدث عن واقع الخدمات في هذه المنطقة، يعني إذا في أي ملاحظات أمانة عمان أو بتعانوا أي مشاكل؟ لا ما في مشاكل، الأمانة ما شاء الله عليها كويسة والأمور كلها تمام الحمد لله. نتحدث الآن يعني أستاذ أحمد صلاح، بعد الخبرة بمجال المكسرات والمطاحن يعني 14 سنة بعد الشعبية العالية بالتأكيد والإنجاز، طموحاتك القادمة هل من نية لفتح فروع أخرى أو التوسع في مجال آخر؟ إن شاء الله، الله كريم، نفكر في هذا الإشي إن شاء الله. إذا صحنا منطقة كويسة ما في إشي بعيد على ربنا إن شاء الله. نتحدث الآن، نرجع لموضوع المكسرات. الآن الأسعار تبدأ بكم وتنتهي بكم؟ ونتحدث عن تميز الخلطات اللي عندكم. والله في عندنا أسعار تتراوح من 5 دنانير، 6 دنانير مخلوطة، 7 دنانير، 8 دنانير، 12 دينار، بس كلها مكسرات إشي مرتب، قهوة إشي مرتب، في قهوتنا خلطة خاصة فينا يعني بتضاهي بني العميد إن شاء الله، وشغلات إن شاء الله ترضي الزبون بالتأكيد. يعني وهذه دعوة أعزائي المشاهدين للي مزار محامص ومطاحن لؤلؤة القدس في هذه المنطقة، منطقة حي نزال بالقرب من جامع حي نزال الكبير، يزور هذه المحامص. حقيقة احنا بنحييك على هذه الديكورات الجميلة وهذه الطريقة المميزة في حفظ وعرض البضائع كما نشاهد بالكاميرا الآن. يعني حقيقة شيء مشرف، أنا بتمنى لك التوفيق، مزيد من التوفيق والنجاحات. أستاذ أحمد، أنا حابب أتطرق لموضوع آخر، يعني نعمة الأمن والأمان هي ما يميز هذا البلد عن أي بلد بالعالم. يعني بيقول الأردن حديقة داخل الحريقة، نتمنى السلام لجميع الدول العربية المحيطة بنا، ونخص أهلنا برئتنا الثانية فلسطين المحتلة، ونحييهم بانتفاضتهم الثالثة. الآن نعمة الأمن والأمان ماذا تعني لك؟ ما شاء الله، بلد الأمن والأمان أهم إشي فيها، إشي بيرفع الراس. الله خلينا جلالة الملك، يعني أهم إشي الأمن والأمان في هاي البلد الحمد لله. يعني جلالة الملك كان قبل أسابيع بمحافظة الزرقاء وحكى للسادة المشاهدين أو الحضور أني أنا أستمد العزم منكم، نستذكر كلماته يعني بما يخص موضوع ارفع راسك. بالتأكيد هامات الأردنيين دائما مرفوعة بهمة النشامة أمثال الأستاذ أحمد صلاح. أنا بشكرك على حسن الاستقبال، ونحدد للسادة المشاهدين موقعكم ورقم الهاتف وأوقات الدوام. موقعنا في حي نزال مقابل كزية توتال، رقم الهاتف 079-02-136. نعم نكرر هذه دعوة. وفي عنا عروض إن شاء الله مميزة، وفي عنا تحميص يومي ساخن
من بعد العصر ببلش لغاية المغرب، بنفتح الساعة 9:30 لغاية 11 مساء. سيدي الله يعطيك الصحة وإن شاء الله مزيد من النجاحات والتوفيق. ويعني أنا في نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين سرنا أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لسيد أحمد صلاح من محامص ومطاحن لؤلؤة القدس، نورتنا أستاذ فايز، شكرا جزيلا. الله بارك فيك، شكرا لقناة جزات، قناة ما شاء الله عليكم ترفع الرأس، وشكرا للمعدين للبرنامج وشكرا لكم جميعا. هم